سيدي معكم بالحاج محمد مسير مع صلاة وزيز فريق البراج مدينة رشيدية. هذا العام الحمد لله كان البركة وخا الثمن راه طلع شوية، ولكن راه كاينة السلعة اللي باغي يقضي الغرض في شهر 11 وشهر 12 إن شاء الله راه كاينة السلعة موجودة، ومرحبا بكم وراه كاينة الجودة الحمد لله. والمعصرة راه معروفة على الصعيد المحلي، واللي بغى شي حاجه مرحبا. الزيتون راه موجود اللي بغى يقضي الغد، حنا راه الجفاف راه كاين هذا العام والسلعه الرشيديه راه قليله بزاف، وحنا كنرضيو الكليان ديالنا وكنديروا المجهودات ديالنا باش 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 السكان ديال المنطقه ديال الرشيديه والنواحي نوجدوا لهم الزيت باثمنه مناسبه وبلا ما يتعذبوا مشي يجيبوا الزيت في البلايص الاخرين، كنجيبوا حنا الزيتون هنا وكنطحنوا لهم الزيت ديالهم. والحمد لله راه يقضي اللي بغى يقضي الغرض راه يقضي الغرض ان شاء الله. راه وهكا ومرحبا بكم مع صارت وتزيز، حياكم الله. بالنسبه للمعصره ديال بالحج سميتو معصره واد زيز في الرشيديه، احسن معصره في هذه المنطقه هذه هي هذه، فيه الجوده ديال الزيتون وفيه كاين لا كاليتي مزيانه، وتيجيبوا الزيتون مخير جديد تيتحيد من الشجره ويجي ديريكت للمعصره. اللي بغى يطحن شي حاجه راه حاجه مزيانه. بالنسبه للجوده هذا العام راه كاينه الجوده شويه، ولكن الزيتون قليل شويه، راه شويه الثمن طالع. بالنسبه للمواطنين راه الله يحسن العوان، ولكن الله يحسن العوان للجميع، حتى الفلاح مسكين راه الجفاف اللي درنا هذه المشاكل. ونتمناو ان شاء الله باش يكون العام زين ان شاء الله، البركه راه ما خاصها، كل شيء الحمد لله راه كاين. واللي بغى الزيت اللي بغى الحاجات المعقوله راه المعصره مخيره، زعما حاجه زعما ديال لا كاليتي، ما كاينش ديك الحراره، ما كاينش زعما الجوده العاليه اللي فيه. والشهاده ديال لونزا ديال وزاره الفلاحه راه هما عطاو الرخصه ديال سميتو ديال الجوده. والحمد لله هذا العام الزيتون راه كاين مفروق على اربعه انواع. هذا دابا اللي مزوق فيه الحمر والخضر والكحل، هذا هو الجوده العاليه ديال الزيتون في هذه الوقيته. تيكون سميتو ما كيعطيش الزيت مزيان، ولكن الجوده فيها الجوده عاليه. وبالنسبه اللي بغى شي حاجه زعما راه حاجه مخير. وهذا الشيء اللي كاين في هذا العام، ونطلبوا الله باش مع هذا الجفاف هذا نطلبوا الله باش الناس ان شاء الله يكون الخير البركه في المستقبل بحول الله. والمهم حنا انا كليان ديالهم راه ديما راه اكثر من خمس ست سنين هذه وانا مع في المعصره، ديما اللهم رحمة كاين المعامله مزيانه مع المواطنين مع الكليان مع كل شيء، والجوده والكارانتي زعما، والله يهدينا ويهدي.
السلام عليكم. الامتحان الواد زيز الرشيديه اسكو استطيع غلا الزيتون دانت قال مجهود نظر انت زاد ناول امدنا الرخا ولكن غلا الزيتون سيد غا الله يحسن العوان الزيتون تقال لك 23 24 فوق نطار يظهر نص اشطر زيت غلا لم تقال مجهود نظر الزيت الجوده لا ولكن الثمنات غلا ادي غير ربي يسر رحمته. Thank you.